أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا الأخ السائل يقول: مقام إبراهيم لماذا سمي بهذا؟ وهل المقام نفسه هذا الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام؟ قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها عند بناء الكعبة، وترتفع به وتنزل، وفيها آثار قدميه عليه الصلاة والسلام، جعلها الله مشعرا من المشاعر، وأمر بالصلاة عندها: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فرغ من الطواف، جاء إلى مقام إبراهيم وتلا هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعله بينه وبين الكعبة، ثم صلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة: قل يا أيها الكافرون، قرأ في الثانية بالفاتحة: وقل هو الله أحد. نعم.